أخبار اليوم. لقاء مع دكتورة عايدة علي وصفي، أستاذ أمراض البطن بكلية طب القصر العيني. برحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بك. في البداية دكتور، تخصص حضرتك سكر. أيوة. وأمراض بطن. أيوة. حضرتك سبب تواجدك النهاردة في المؤتمر الخاص بالكوفيد إيه؟ أنا أصلا كمان تخصص ليا تخصص جهاز هضم، المفروض أنا هعلق على الكلام اللي هيتقال دلوقتي. أنا لسه شفته ده، هيتكلموا هم على الكبد الدهني، والكبد الدهني احد اسباب مرض السكر، يعني احد اسباب هذا مرض السكر. في البدايه حضرتك ممكن تعرفي لنا مرض السكر اللي هو ما يعرفوش واعراضه مرض السكر ده مرض لما هو نوعين موجودين، من نوعين ارتفاع نسبه السكر في الدم، ده مرض السكر. في نوع اول بيجي في الناس الصغيرين، معظمه في الاطفال، قليل منه في الكبار، وده بيبقى ناقص خليه البنكرياس. خليه البنكرياس ضاعت، الخليه اللي البيتا سيل اللي بتفرز الانسولين دي التهبت وراحت. النوع الثاني ده الانسولين له مقاومه، جسم فيه عنده حاجات بيقاوم بيها الانسولين ده، خليه ما يشتغلش. فده نوع ثاني من السكر، هو النوع الثاني اللي هو الاشهر الموجود عند كل الناس، معظمهم كبار، قد يقل منه في الصغيرين. ازاي الواحد يفكر يعني عنده سكر؟ يعني ليه واحد يجي يفكر كده؟ مش دايما الدكتور هو اللي يفكر، ممكن عيان نفسه يفكر. واحد عند سن الأربعين، مهم قوي عند سن الأربعين الناس كلها تعمل تشيك اب، لازم يعرف عنده ايه ده معاد حدوث الامراض. نمره 2، المرض الوراثي، يعني بص في عيلته كده، هل عيلته فيها مرض السكر؟ لو عيلته فيها مرض السكر هو لازم قبل بقى الأربعين لازم يحلل ويشوفه عنده ولا لا. في طرق يعني يعرف بيها احتمال وجود السكر، ان في مرحله قبل السكر بتكشف دلوقتي بالتحاليل، نعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري، او يعني نقيس هيموجلوبين ايه 1 سي اللي هو الهيموجلوبين السكري، الليفل اللي بين 5.7 لحد تحت 6.5، دي المرحله ما قبل السكر. يعني ما عندوش سكر انما عنده استعداد للسكر. في المرحله دي بنقول لهم بقى لازم نمشي على الريجيم، ولازم ما تسخنوش، ياخدوا حاجه زي الميتفورمين، يعني علاج خفيف كده يساعدهم، يقلل يخلي الكبد ما يدلقش جلوكوز كتير، ما يخليش، لان الجلوكوز الكتير ده هو اللي بيهلك البنكرياس. فايه ده يحميه، ياخره شويه، وبرده يبقى عيان الدريان بقى انه هيجي، فيبقى واخد باله هيجي امتى، يوم ما يجي تبقى عارف. ما الله هياخد ايه، والدكتور هيشرح له هياخد ايه من قبل، يعني استعدادنا ده هو لازم دلوقتي كده العالم كله كده. واحنا كلنا بنشتغل بالطريقه دي، يعني انا ما حدش عدى من عائلتي عند فوق سن 30 سنه وعنده اهله عنده سكر وما حللوش، مستحيل يعني. تمام. طب دكتور حضرتك اثناء الكلام اتكلمتي عن علاقه السكر بزياده الوزن والسمنه، هل السمنه تعتبر سبب رئيسي في امراض السكر؟ احد الاسباب فيها نسبه السكر عاليه، هم المرضى اللي عندهم زياده وزن اكتر من بودي ماس اندكس بتاعتنا المعروفه الابنورمال هي 26، اكتر من كده بتبتدي قلنا اوفر ويت لحد 30، وبيس بعد 30 وبتبتدي فيري اوبيس 30 40 موربت اللي هي الاوبيس الشديده اللي بتعمل لها العمليات. فده لان ده بيهلك البنكرياس. وجود الفاتي اسيدز اللي هي بتطلع من الدهون، حاجه اسمها الاحماض الدهنيه تطلع في الدم، دي لوحدها بتخلي الانسولين ما اشتغلش، تعكسه يوم عندي حتى الانسولين بتاعه يبتدي البنكرياس يضلق انسولين، مش عارف يشتغل، يضلق انسولين يستهلك. ان يوم ما بنشخص السكر، العيان ده عنده سكر النهارده، يبقى نص البنكرياس ده مش موجود، اختفى. فعشان كده مهم قوي لازم نبريدكت السكر، نفكر هو هيجي ولا مش جاي. طيب دكتور، احنا نسبه النهايه لمرضى السكر كانت من حوالي من سنه ونص تقريبا، طبعا انا حوالي 7 مليون، اعتقد النسبه دي يعني لازم يتم تجديدها. يعني بص، مش لازم يتم تجديدها، هي دايما الاحصائيات في مصر احنا ما عندناش الطب المنظم قوي، ما عندناش كلمه الفاميلي دكتور اللي هو عارف ده في الحي ده في كام بني ادم، والكام بني ادم عندهم امراض ايه، كذا وكذا وكذا، دي تطلع احصائيه مظبوطه. انما احنا بننزل نعمل احصائيات، بنعد الناس في ثلاث اربع اماكن، ثلاث محافظات، ثلاث قرى في كل محافظه، دي كده انت عماله بتقللي في الاكل، لان في ناس عندها سكر ما تعرفش. احنا قدمنا قد ايه بالعدد اللي احنا بنتكلم فيه حاليا دلوقتي، واللي احنا حتى ما نعرفوش او لم يكشف عنه بعد، قدمنا قد ايه في مصر عشان نتخلص من مرض السكر ويبقى مرض ملوش وجود؟ لا، عمره ما هيبقى ملوش وجود، هو كنترول، ده ما بيختفيش، ده مرض مزمن ولا يختفي. هو الشيطان هنأخره، ده اللي نقدر نعمله، نأخر حدوثه، ولما يتأخر حدوثه نقدر نأخر الكومبليكيشنز اللي هي الاعراض الجانبيه الثانويه بتاعته.
المشاكل اللي بيعملها بعد كده السكر وراه بلاوي كتير، ولا تصلب شرايين وراه الاوعية الدموية الدقيقة تخسر، والكلى تبوظ والقلب يبوظ، حاجات كتير تخسر في العيان بسبب السكر. ده يتأخر، ممكن ما يحصلش لو احنا شطار قوي، لكن ما يجيش السكر، لا السكر جاي جاي، ده مرض وراثي بيزيد، هو بيزيد، هو بيزيد بيزيد بيزيد. يعني النهارده في 300 حاجه و80 84 مليون في العالم عندهم سكر، كل ما تتقدمي كده عدد ده عمال يتضاعف.